ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا مع الشيف عبد الصمد الهلساوي اللي حياخذنا اليوم للهند وحيعمل لنا الشيكن كراهي. الاسم جديد والطبق جديد بالنسبه لي، اتوقع حيكون جدا مميز من الرائحه الزكيه. الكلمه لك يا شيف عبد الصمد، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم بالساده المشاهدين. الطبق فعلا جديد، هو المطبخ الهندي دائما تعودنا على البرياني والشيكن كاري، لكن اليوم حنساوي شيكن كراهي. وهو الشيكن كراهي عباره عن الطبق او القدر اللي يطبخ فيه نفس الدجاج. يعني هو عبارة عن مثلا نقول المغش هو عبارة عن الإناء اللي نطبخ فيه طبق المغش. فاليوم شكل الكراهي مكونات جدا بسيطة، هنحتاج دجاج تقريبا مقطع قطع صغيرة، طبعا هو الستايل الهندي أو الشرق أو آسيا من شبه القارة الهندية دائما تكون الدجاج مقطع إلى قطع صغيرة، فلفل أحمر حار تقريبا قرنين، ملعقتين زيت ذرة، بالإضافة إلى بهارات المسلة، نحتاج ثمرة طماطم مقطعة قطع صغيرة، أيضا تقريبا 3 ملاعق من اللبن الزبادي، ملعقة طعام معجون طماطم، ملح حسب الرغبة، أيضا بصل واللي هو مكون أساس جدا في الطبخة، بصلة متوسطة مقطعة أيضا قطع صغيرة، ملعقة طعام زنجبيل طازج أو ملعقة صغيرة لو استخدمنا الزنجبيل البودرة، أيضا تقريبا ملعقتين من الكزبرة المفرومة ناعمة. نبدأ على طول بتطبيق الطبق عشان نكسب وقت معانا. هنجيب الزيت هنحط على النار مباشرة. هذه تعتبر يمكن من أسرع الأطباق الهندية، لأنه المطبخ الهندي ما فيه له أطباق سريعة، كلها طبخ يعني تحتاج وقت طويل. نضيف البصل، بصل وزيت. نعم، البصل هذا طبعا احنا بنطبخه او نطهيه، ما نبغى نحمره، نبغى نبغى يتبل شوي، يتبل يعني يتبل انه يفقد قوامه الصلبه دون انه يحمر. ومباشره بنضيف قرنين الفلفل، طبعا في هذه الحاله حيعطينا درجه حراره اكثر من اللي وضفناه في الطبخ. طبعا بس شاقق نصها، هي زي ما هي الحبه كامله. حنضيف الدجاج، الطبخه دي بدون اضافه اي مواد سائله ابدا، حتعتمد على يعني موت الدجاج، عصاره الدجاج وايضا اللبن الزبادي اللي حنضيفه، وحنروح نتركه يتقلب تقليب مستمرين فيه. حنقدم الطبق هذا، ما حنقدمه اليوم مع رز، حنقدمه مع خبز البراتا الهندي ايضا. حنجيب طبعا يمكن عجينها قبل الحلقه ايش عشان ترتاح العجينه، دقيق شويه زيت ورشه ملح ومويه. اشتكت معايا العجينه هذه اللي هي خبز البراكة، خبز الهندي، ممكن احنا نقول له خبز الصاج. ايه نروح مضايفينه على ممتاز. بص يعني حطيناه من غير اي ما ايضا زيوت، مجرد على يعني طاسه عاديه بالنسبه للعيش للخبز. حطيناه في الخبز فين؟ ما حطيناه في الفرن، على النار. على النار، على النار. بس من غير زيت تقصد آية؟ من غير أي زيوت؟ لا لا، هو بدون زيت لأن العجينة أصلا فيها زيت، وأنا فردها بزيت، ماني فردها بدقيق يعني. ممتاز. طبعا الدجاج قام يتحمر مع البصل، أضيف معجون الطماطم وريحة الفلفل، يمكن وصلتكم. لا وصلنا، روائح جميلة. طبعا المطبخ الهندي يتميز بال يعني كثرة استخدام التوابل، صحيح. سواء التوابل العطرية او الاوراد العطرية، كزبرة، البقدونس، ورق الغار، تستخدم كثير في المطبخ الهندي. بهذا الشكل هنضيف لبن الزبادي. لبن الزبادي في العصارة اللي تكون دائما في وجه الزبادي افضل ما نفقدها، نستخدمها في الطبخ او في الشرب يعني باستمرار. اضفنا اللبن الزبادي، حوطي على النار عشان يستوي على مهله. حاضيف ايضا الطماطم المفروم ناعم، واضيف البهار والزنجبيل، وحخلي الملح لاخر شيء، لأنه اضافه الملح اثناء الطبخ او في اول الطبخه احيانا يكون معيق للطبخه،
وما بدك يعني تستكشف النكهه النهائيه او يعني طعمه الملح. عشان كده نفضل دائما اضافه الملح يكون في اخر الطبخ. طبعا نشيل هذه، خلصنا منها. طبعا عشان وقت البرنامج انا يمكن محضر الطبخه اثناء البرنامج، هنغرفها على طول بالشكل هذا، حيكون الشكل كراهي. هنجيب طبقه تقديم، انا حتى عملت الخبز اثناء البرنامج بهذا الشكل، رائع جدا، شكله مره حلو. كم قلت مقادير الخبز يا شيف؟ كاستين دقيق، ايوه، ويضاف له شوي رشه ملح ورشه سكر ورشه ملعقه خميره بسيطه جدا، ونعجنها باضافه المويه شوي شوي، مويه تكون تدريجيه، مويه دافيه، نتركها تستريح، بعد كده نفردها. مره سهله بعد العجينه. أيوة. سهلة. أيوة. بس ما ذكرت الزيت، انت قلت انا حطيت مع العجينه زيت. الزيت يكون في اثناء بعد العجن، بعد العجن يكون فيها لف، نغلف فيها الزيت. اي نعم، نلفها باضافة الزيت. يعني صراحة التقديم رائع جدا والطريقة مميزة صراحة. هذا الشكل النهائي، حنبدأ يمكن نضيف الفلفل الأحمر عشان نقول للناس إنه حار، سبايسي. هذا حار. إي. إيش اسم الطبق؟ قلت كراهي. شيكن كراهي. شيكن كراهي. حتى اسمه. إي اسمه. نضيف ورقة نعناع في الفنجان بينا، نجيب مناديل بس. يعني بس الرسالة الأم دانا اللي كانت بتكلمنا من شوية أو أي مشاهدة ثانية فاتها الطبقة من البداية، ممكن تشوف المقادير كلها على اليوتيوب، حتبحث عن برنامج حياتنا القناة السعودية الأولى، حتلاقي اليوم إن شاء الله العصر الحلقة بإذن الله وكل المقادير بالتأكيد، وتكتب اسم الشيف يعني تقول الشيف يكتب برنامج حياتنا عبد الصمد لوساوي، ممكن إنه تلاقي حلقة اليوم والطبق حق اليوم اللي هو تشيكن كراهي. شكرا لك يا شيف عبد الصمد، الله يعطيك ألف عافية. وأيضا مشاهدينا شكر لكم بالتأكيد، أتمنى تكونوا استمتعتم معنا. أترككم في رعاية الرحمن، شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم، قدمنا لكم اليوم فقرات مختلفة أن تكون استفدتوا منها واستمتعتوا أيضا بأوقاتكم معنا. لقاءنا فيكم يتجدد غدا بإذن الله في حلقة جديدة وفقرات مختلفة ومتنوعة، تابعونا دائما في برنامج حياتنا، إلى اللقاء.